السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم متابعينا عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس إذا عدنا إليكم من جديد في هذه النشرية الجوية التحذيرية من هبوب رياح قوية وزوبة رملية قوية ستكون يوم السبت السادس من شهر فيفري 2020 إذن هذه الرياح ستمتد من المناطق الصحراوية ولاية تمنراست ولاية أدرار بالإضافة إلى برج برج مختار وعين صالح تصل إلى المنيعة ولاية ورقلة وديسوف بالإضافة إلى ولاية ورقلة وحسي مسعود أيضا ولاية بسكرة منطقة ولا جلال وأيضا الجلفة الأغواط والبيض والنعامة أيضا رياح تنتقل إلى ولاية تيارت ما بعد الظهيرة وأيضا مناطق الحضنة ولاية المسيلة ولاية باتنا خنشلة وجبسة أيضا سوق راس قلمة قسنطينة ميلا سطيف برج بار الريج البويرة وأيضا البوليدة وعين الدفلة ونمدية هذه المناطق كلها معنية برياح قوية خلال الفترة ما بعد الظهيرة مع الظهر إن شاء الله في الفترة المسائية هذه الرياح ستبقى تميز المناطق الصحراوية وستكون قوية جدا على ولايات ورقلة حسي مسعود ولاية أدرار بالإضافة إلى ولاية بسكرة وديسوف غردايا بالإضافة إلى ولاية باتنا خنشلة وجبسة وأم البواقي إذن متابعينا كل الحيطة والحذر الرؤية ستكون رديئة لمستعملي الطريق وأيضا نذكر متابعينا من المناطق الجنوبية الغربية ومنطقة الصورة أيضا ستميزها رياح في الفترة الليلية اليوم السبت إن شاء الله إذا متابعينا سنوفيكم بالجديد في قادم الساعات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته